تحية طيبة. العراق ينتخب 2,040,000 ناخب في محافظة البصرة سيشاركون في الانتخابات، بينهم 1,450,000 ناخب حدثوا بطاقاتهم الانتخابية، استلموا منها 1,450,000 أيضا حسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة البصرة. اليوم أنا أقف وسط الشارع البصري بالتحديد، الجميع يؤيد المشاركة في الانتخابات ويحث على هذه المشاركة. بيننا الآن مجموعة من المشايخ والبصريين، حياك الله شيخنا، أهلا وسهلا بك في العراق ينتخب. اليوم العراق مقبل على انتخابات محلية في جميع محافظات العراق، خصوصا في البصرة اليوم نقف الآن، ما رأيك بإجراء الانتخابات والمشاركة بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. احنا كشعب نتعاون على البر والتقوى، ليش؟ نريد الإنسان الناجح والنزيه. احنا مرينا بسنين حق سنين عجاف، شفت البلد مرت بأمور تخريب وعدم الاهتمام بالمواطن وعدم الاهتمام بالأمور الحياتية للمجتمع عام بصورة عامة، العراق عامة. لهذا السبب ننتخب الشخص اللي يفيد المجتمع واللي يفيد العراق بصورة عامة وكمحافظات كمجلس محافظة يفيد محافظته. واليوم الانتخابات انتخابات ديمقراطية ومجالس محافظة مجالس تفيد البصرة، واحنا اليوم احنا وعشائرنا واخواننا ان حثيناهم على هذه هم الانتخابات، انتخابات ديمقراطية، ونريد نخلي الرجل المناسب بالمكان هم المناسب. احنا واخواننا وعوائلنا كل احنا راح نفزع فزعة رجل واحد، نريد ننتخب ونريد هم نغير ونريد بصرة أحسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت شيخنا. أيضا شيخنا راح تشارك بالانتخابات إن شاء الله. يا الله، بسم الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نحث إخواننا وأهلنا من خلال صناديق الاقتراع ينتخبون الإنسان النزيه والصادق ويحثون على الانتخابات كل إخواننا وعمامنا وعشائرنا. راح اشارك انا وعائلتي واولاد اخوي وعمامي كلهم نشارك على الانسان الصالح. نحن عازمون على المشاركه في الانتخابات لمجالس المحافظات يوم 18/12/2023 لاختيار الشخصيه الصحيحه والمناسبه التي تخدم ابناء الشعب البصري عموما والشعب الزبدي خصوصا. لذا ندعو جميع اخواننا وابنائنا واصدقائنا والمقربين لنا بالمشاركه في الانتخابات المحليه خلال هذه الفتره. بداية نقول المحافظة محتاجة إلى مرشحينها وإلى نواب كفؤين يقودون محافظة البصرة، زين، وعانينا ما عانينا احنا بصراحة شوية، خصوصا قضاء الزبير المهمش، نحتاج يعتبر مهمش بالنسبة للعراق كافة، زين. مع ذلك احنا نقول لازم مشاركة الأغلبية بالانتخابات، خصوصا الحمد لله نحن من الداعمين للانتخابات، زين، وان شاء الله احنا وعوائلنا واصدقائنا، وتشوفون العرس الانتخابي اليوم اللي حاضرين له، احنا ان شاء الله نرفع به بالاعداد الهائله. ومع ذلك شويه نقول اهلا وسهلا بكم وحياكم الله، وللانتخابات ان شاء الله بصناديق الانتخابات راح نرفع الراس. حجي يعني شيخنا بالضبط انت ليش راح تشارك بالانتخابات؟ اليوم تشارك انت الداعي انتخابي تغيير واقع، او بالتحديد شنو راح تشارك؟ احنا كمستقبل ان ومستقبل اطفالنا نحاول انه بالنسبه نحث الجماهير للكثره بالانتخابات ولزياره الاعداد الناخبين، زين، هاي كلها لمصلحتنا ومصلحه اطفالنا. احنا نريد شويه مستقبل اطفالنا شويه يزدهر. هناك الكثير في هذا الشارع بالتحديد في قضاء الزبير وفي شوارع البصره، اجرينا استطلاعات عديده وعرفنا راي الناس بالمشاركه، تقريبا نسبه 90% يؤيدون هذه المشاركه. لزملائي في شبكة المراسلين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الجولة التي سوف نتعرف فيها عن آراء المواطنين حول ضرورة المشاركات في الانتخابات المحلية التي ستقام في 18 من شهر ديسمبر كانون الأول. سوف نتعرف مشاهدينا الكرام من خلال هذه الجولة عن آراء المواطنين وكيفية مشاركتهم عن هذا الحق الدستوري الذي يعطي للفرد حق المشاركة في الانتخابات واختيار من يمثله في المحافظات العراقية. وكما تعلمون أن محافظة ذي قار عانت لفترات طويلة من مشاكل خدمية ومشاكل اقتصادية ومشاكل صحية، وهي بحاجة إلى من يمثلها حق تمثيل في هذه الانتخابات،
ويكون قادر على تغيير الواقع الذي عاشته المحافظة طيلة فترات زمنية مختلفة. أمل الذيقاريين بأن يكون التغيير عبر صناديق الاقتراع وعبر هذا الحق الدستوري والقانوني المهم. نعم مشاهدينا الكرام، دعونا نتعرف على آراء المواطنين حول هذه الانتخابات المحلية التي سوف تقام في 18 من هذا الشهر وفي جواري أحد الأخوة المواطنين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، حياكم الله، أهلا وسهلا. شنو رأيك بالانتخابات ومن وجهة نظرك يمكن على الانتخابات راح تغير لنا وجوه جديدة في المحافظة، تكون هذه الوجوه قادرة على إجراء تغيير إحداث طفرات نوعية على مستوى الخدمات، على مستوى الاقتصاد، على مستوى الصحة في محافظة ذي قار، وأيضا يكون هناك يعني خير يمثلنا بالجانب التشريع المحلي في محافظة ذي قار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. في الحقيقة الديمقراطية والانتخابات هي ممارسة كفلها لنا الدستور، فأدعو أبناء محافظتي وكذلك العراقيين إلى الإدلاء بأصواتهم في يوم الانتخابات، انتخابات أو النتائج أو من بقية التصرفات بعض المفسدين، أو هذا إذا ما راح الانتخابات هي ما راح تلغي ولا إلى سقف، إلى سقف مثلا أنه نسبة زمني محدد زمني أو نسبة مشاركة معينة، مثلا إذا تنزل كذا 20 أو 30، لا هي ممارسة. لو رحون 10% من الشعب العراقي يعني ما تلغي الانتخابات ولا تلغي نتائجها. نعم، من وجهة نظرك ممكن هذه الانتخابات تحدث تغيير في المحافظة، تغيير بعض الوجوه أيضا جنبة الجانب التشريعي المفقود في مجالس المحافظات لفترة زمنية بعد غياب مجالس المحافظات، ممكن أيضا هذا شيء مهم، الدور الرقابي والجانب التشريعي المحلي مهم جدا في مراقبة المحافظ من يقومون بإدارة المحافظة؟ بالتأكيد المجالس، مجالس المحافظات رغم كل الشوائب اللي شائبت بعضهم يعني، لكن هي بالأساس هي واجب تشريعي وواجب مراقبة لأداء المحافظ وأداء مدراء الدوائر، هذا اللي افتقدناه بهاي السنين اللي عدم وجود مجالس المحافظات. بصراحة افتقدنا الجانب التشريعي والجانب الرقابي لعمل مجالس المحافظات. اليوم احنا على سبيل المثال جت محافظتنا يعني مليارات المليارات، لكن يعني ما نشوف هاي المبالغ اللي اجتنا والمشاريع اللي موجودة، ما نشوف اكو نسبة تناسب بيناتها. لكن بوجود مجالس المحافظات اللي نتمنى انه ما يتأطر اطار سياسي، نتمنى تبقى دورها تشريعي ورقابي على عمل المحافظ ومدراء الدوائر. المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات هو حق وطني لكل ابناء الشعب العراقي، واخص بالذكر يعني مدينتي، مدينة الناصرية. دعوة لجميع ابناء مدينة الناصرية، احنا باكثر الحاجة لهذه الجهة التشريعية والجهة الرقابية التي غابت عنا سنوات. فالجلوس بالبيت وعدم الذهاب الى صناديق الاقتراع معنى فسح المجال للفاسدين وفسح المجال للفاشلين بالتصدي لهذه المقاعد. فدعوة للجميع أنه يشاركون مشاركة فاعلة من الشيبة والشباب والنساء، الكل تشارك بهذا اليوم والعرس الانتخابي. طيب انت او عائلتك ان شاء الله واقاربك مع شاركوا؟ الحمد لله كنا محدثين بطاقاتنا، وان شاء الله يوم الانتخاب كنا سنذهب صباحا لإدلاء بأصواتنا بشكل حر واختيار شخصي. حضرتك. اهلا وسهلا. ايضا في جواري احد الاخوه المواطنين، تفضل حضرتكنا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. فرصه تغيير قادمه من خلال الانتخابات المحليه القريبه جدا. ماذا تقول، شنو رايك؟ والله انا اشوف اللي عانيناه بالفتره السابقه خلال سنتين او اكثر من سنتين، افتقدنا الرقابه والرقابه الحكوميه. أنا شخصياً عن نفسي طبعاً شفتكم الحمد لله حتى عندي مشكلة أذكرها. نعم. شخصياً كمنطقة. نعم. للآن نعاني. نعم. لأن ماكو ممثل للشعب أو للمنطقة أو
ممثل ماكو يعني اللي يحاسب او يراقب او وما لقينا اذن صاغيه انه بالمحافظه وحتى ببغداد، ولذلك احنا بحاجه ماسه اليوم للمشاركه والتغيير. اذن هذه هي اراء المواطنين في الشارع الذيقاري، ذيقار عانت لفترات زمنيه، عانت على مستويات مختلفه وبحاجه الى وجود الجانب التشريعي الذي يراقب يعني دور المحافظه والعمل الاداري في المحافظه، وبالتالي الذيقاريين اليوم كلهم ثقة بهذه الانتخابات وسوف يدلون بأصواتهم في يوم الاقتراع العام وكذلك في الاقتراع الخاص. إذن يقول المواطنين أن هذه الممارسة الديمقراطية ممارسة ضرورية، بإمكانك انتخاب من يمثلك في مجالس المحافظات وإحداث الجور الرقابي والدور التشريعي والنهوض بمحافظتك من خلال ثقتك بمن تريد الإدلاء به أو الإدلاء بصوتك له. إذن هذه كانت جولة في محافظة ذيقار حول آراء المواطنين وضرورة مشاركتهم في الانتخابات. عودة لزملائي في شبكة مراسلي قناة الفرات. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الفرات الفضائية. اليوم سنطل عليكم من خلال نافذة جديدة التي تحمل عنوان العراق ينتخب. راح نتجول بين كافة شرائح المجتمع ومناطق محافظة صلاح الدين لاستطلاع رأي الشارع والناخب بحملة المشاركة المرتقبة التي تعد من أهم المفاصل المصيرية في تحديد مستقبل المواطن. ما وصلنا إليه اليوم من هذه الإرهاصات هي نتاج لسببين: أولا العزوف على الانتخابات، وبالتالي فسحنا المجال أمام المفسدين بتبوأ مناصب حساسة لها علاقة بالتحكم بمصيرنا. الخطوة الثانية اختيار الشخص الغير مناسب كذلك أوصلنا إلى ما نحن عليه. بالتالي اليوم علينا دراسة المعادلة الانتخابية بالشكل الأمثل من خلال الانتخاب المباشر والخروج الواسع للمشاركة بالانتخابات، والخطوة الثانية هي اختيار المرشح الأفضل القادر على تقديم الخدمات. اليوم راح نتجول بين شوارع الناس وقضية محافظة صلاح الدين ومحاكاة كافة شرائح المجتمع والخروج بمحصلة نهائية من خلال الرؤى والمحطات التي سنتوقف معها مع المواطن. خليكم وياك. الاسم بالخير؟ ميثم سبتي. ميثم، راح تشارك بالانتخابات بكل صراحة؟ ان شاء الله بقوة الله، للأحسن وللأفضل ان شاء الله. ان شاء الله، زين اليوم شنو اللي يخليك تشارك بالانتخابات؟ والله اريد انسان نزيه، انسان وطني، يحب المدينة، يعمل للمدينة، يعمل شوارعها، الناس الفقراء. الاسم الكريم هشام. ابو منو؟ ابو محمد. استاذ هشام، هل انت مع ام ضد المشاركه بالانتخابات؟ لماذا؟ اذا مع لماذا؟ واذا ضد لماذا؟ بكل صراحه وبكل لا، بكل تاكيد الانتخابات هي ممارسه ديمقراطيه. انا مع الممارسه الديمقراطيه التي تحفظ حقوقه بكل اتجاهات الحياه. فبالتالي اليوم هذه الممارسه ما ممكن نجي نفندها بمقاطعه او ما نطلع الانتخابات. اليوم احنا كنا ندري احنا اقليات بالضبط. اليوم المسيحي لولا الانتخابات من يمثلهم؟ صحيح. من يجيب حقوقه؟ من يدري بيه اكو مسيحي؟ ايه. صحيح ولا اليزيدي كذلك عندهم واحنا عندنا يعني الدستور يحفظ حقوقهم. صحيح. بالتالي اليوم الانتخابات هي ضروره حتميه. حتقول لي ليش ضروره؟ طيب اي اسباب هاي الضروره وبالاخص مجالس المحافظات تريد تناولها. مجالس المحافظات لا تقل أهمية عن مجالس النواب، كونها يعني هي مجالس من أجل مراقبة أداء الحكومة المحلية. لو نرجع لورا من عام 2019 ولحد الآن نحن نعيش بفراغ دستوري حقيقي ورقابي بنفس الوقت. بالضبط. من يتحكم بأموال محافظتنا؟ ما نعرف ايش قد يجي، شلون بدنا نصرف المشاريع، ماكو غير بس محافظ معاوني اثنين له، ماكو ناس تراقبه. وايضا من اجل ايصال صوتك بكل جوانب الحياه. ما يصير انا مدينتي تبقى سايبه مثلا بدون مسؤول بالعاميه كما لا، ما ممكن. اليوم الانتخابات هي حاله حضاريه انا اعتبرها حاله ايجابيه. اذا الى هنا ناتي الى نهايه مطافنا في برنامج العراق ينتخب، مشاهدينا الكرام، الذي اتاكم عبر قناة الفرات الفضائية. نتمنى من كل قلبنا أن تعم الأمن والاطمئنان على كافة ربع عراقنا الحبيب، وإن شاء الله من أفضل إلى أفضل.
السلام عليكم أعزائي المشاهدين، تحية طيبة مني لكم ولزملائي في شبكة المراسلين. اليوم في جولة استطلاعية من أهالي مع أهالي محافظة ديالى لرؤية آرائهم حول مشاركتهم في انتخابات المجالس المحافظات التي على الأبواب. لنستطلع آراء المواطنين الواقفين من خلفي ما إن كانوا سيشاركون أم لا وسبب مشاركتهم. السلام عليكم أخي. السلام ورحمة الله. اسمك الكريم؟ عبد الله أحمد. عبد الله، هل ستشارك بالانتخابات؟ ليش راح تشارك؟ أكيد راح نشارك بالانتخابات، لأن إذا بغينا نقاطع الانتخابات فما راح يتغير شيء بوضع البلد. نشارك بها، نختار الشخص الصح حتى نطور من كفاءات البلد، ندعم الشباب الخريجين العاطلين عن العمل من خلال انتخابنا للشخص الصح. يعني انت اليوم مثل ما فهمت انت طالب كلية. طالب كلية، انتخب اللي يفيدني بعد ما اتخرج، اللي يلقى له فرص عمل. وهواي اكو عالم زين مرشحين للانتخابات، علينا احنا ندعمهم بغض النظر عن الاسماء والمسميات، فهذا شيء واجب على كل اهلنا بديالة. اذا مثل ما يقول عبد الله، يعني انه اهميه اختيار الشخص المناسب بالمكان المناسب. احنا هسه امشيوك على مثل انه مقوله تقول لا ضرر ولا ضرار. اني عن نفسي اذا يعني الشخص يسوي له بعيدا عن انه هو اي فئه ينتمي، يعني اهم شيء يقدم لي انه فرص عمل كمنطقه وكاهل انه انتخبه عن المملكه. يعني انت ما يهمك انه قرايبك او عشائرك، انت تهتم انه الشخص. هسه اني كعبد الرحمن يعني يجيني ابن عمي ابن خالي تعال انتخب فلان، لا اقول اني كانسان اللي مقامي والاحترامي انتخب اللي صدق يفيدني، اللي صدق يسوي شغل. نعم استاذ. اذا مثل ما يقول عبد الرحمن انه اعتماد الشخصيات الاكاديميه المهمه المؤثره اللي لها وقع ممكن يغير، ليس حسب عشائريا او قبليا او مثل ما نقول طائفيا، اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب اكاديميا. السلام عليكم شباب، من يشارك ويانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك الكريم؟ اسمي عماد. ايوه استاذ. استاذ عماد، يعني انت هل راح تشارك بالانتخابات بدايه؟ ان شاء الله احنا كلنا راح نشارك، لان احنا نريد وجوه وعلى مود يدعمونا. احنا المجالس المحافظه هم راح يقومون متابعه المدراء الدوائر، على مود يعني هم يكمشون الامور كليتها، على مود المشاريع الفساد هم يكمشون هذا الشيء، على مود احنا شيء نطمح هذا الشيء، على مود هم يوفرون الامان ويمشون معاملاتنا ويمشون كل امورنا احنا المحتاجين بداخل مجلس محافظه دياله. يعني انت تحس انه كانت الدوائر ما مطيه حقيه للمواطن، يعني كان المجالس قبل اللي يعطيكم حقيه اكثر؟ لا والله كان قبل ماكو، يعني من وقف المجالس المحافظه كل ما يعني المواطن قام يدوخ اكثر، قلنا انك مش محاميين، انك مش ما ادري شنو. هسه المجالس المحافظات احنا اللي راح ننتخبهم، هم راح يصيرون يمشون بكل امورنا اللي متوقفه في المحافظه. اذا اعزائي المشاهدين، انه المواطن يقول غياب مجالس المحافظات كانت حلقه وصل او المحاميين الاقرب للمواطنين فيما يخص اداره مراقبه الدوائر العامه، الهدر المال العام، الفساد الاداري، كلها كانت ضمن صلاحيات مجالس المحافظات. هذا من دوره كان يحد من عمليات الفساد بالمحافظه. اذا دور المجالس المحافظات اليوم بالمحافظه سيغير كما يقول المواطنين من خلفي ومن داخل ساعه الفلاحه في بعقوبه، سيغير الواقع الخدمي والاداري ايضا. تحية طيبة لكم أحبتي المشاهدين أينما كنتم، ولزملائي الذين يشاركوننا في هذه الحلقة من برنامج العراق ينتخب. أيام قليلة بيننا وبين صناديق الانتخاب، أو بالأحرى صناديق الاختيار، والتي من خلالها ستكون مهمة وطنية ديمقراطية يتحمل مسؤوليتها الجميع باختيار الأفضل والأكفأ لمجالس محافظات العراق، والتي نأمل أن تأخذ الحيز الحقيقي الواقعي لمعالجة الملفات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. إذن هو واجب وطني كبير على الكل المساهمة فيه والمشاركة الفاعلة. ومن هنا لابد الإشارة والتذكير أن مجالس المحافظات العراقية ما هي إلا جهة رقابية تعمل بكل الاتجاهات لتقديم أفضل أداء حكومي، وهذا يأتي بحسن الاختيار
وإيصال من هم قادرين على تقديم كافة عناوين الخدمة. مشاهدينا الكرام، استطلعنا بعض الآراء التي تحث الناس على المشاركة الواسعة في الكرنفال الديمقراطي الانتخابي. ابقوا معي. رأيكم بالمشاركة بالانتخابات، جنابكم اليوم شخصية عراقية وطنية، هل تدعون للمشاركة في الانتخابات؟ يعني بالتأكيد، هي العملية الديمقراطية ليس قميص أو ثوب ينزع ويلبس، يجب أن تكون هناك دراية حقيقية من المواطن العراقي بالعملية الانتخابية. الانتخابات هي واحدة من الأعراف العالمية في الدول المتقدمة، العراقيين ضربوا بها مثل كبير جدا، ولكن حقيقة أنا أدعو الانتخابات. طبيعة الحال يجب أن تكون هناك انتخابات ديمقراطية نزيهة، بعيدا عن الفئوية، بعيدا عن العشائرية، بعيدا عن الأقارب، أن يكون هناك، يعني أنا أدعو كل الذين سيذهبون إلى صندوق الاقتراع أن يخلوا قدامهم مصلحة البلد. يعني من يخلي صبعه بهذا الحبر الأزرق يجب أن يخلي بعض صبعه، يخلي ضميره، مو يخلي حسابات قرايبي أو ابن عمي أو من عشيرتي حتى وصولا إلى طائفتي. يعني أنا بالنسبة لي أي عراقي مهما تكون طائفته أو تكون قوميته يخدم هذا البلد فهو يستحق أن يتبوأ مركز سلطة وصاحب قرار، ليس على أساس هذا من مدينتي أو هذا من عشيرتي أو هذا من منطقتي. أتمنى أن تكون هذه الانتخابات بهذا المستوى، وأن يكون هناك الشعار أو المثل الذي يقول الشخص المناسب في المكان المناسب أن يشوفه في القريب العاجل، لكي ينهض العراق، لأنه الشعب العراقي يستحق الأفضل، العراق يستحق الأفضل. ندعم الشخصيات المتمكنة أصحاب الخبرة في دعم هاي الفئة المظلومة من الشباب، وأكيد دعم القطاع الخاص هو شيء مهم ومحصور بيد مجلس المحافظة، يعني باعتبارها جهة تشريعية رقابية هي اللي تصدر هذا الأمر. الانتخابات العراقية، خلينا نقول انتخابات مجالس محافظات، ضرورية لسبب ان المحافظ راح تختار بهاي الانتخابات. انا اشوف انتخابات محافظ اكثر ما هي انتخابات اعضاء مجلس محافظة، فلهذا السبب اعتقد هي مسألة مهمة. اي، فاني اشوف ان شاء الله اكو تغيير، الشباب عندهم وعي، اكو انطلاقة من الشباب هسه باتجاه التغيير، وانا ادرس واشوف الطلاب دائما عندهم رغبة باختيار عنصر شعبي يمثلهم ويمثل طموحاتهم. مثل ما تعرف انت، الشاب الان يشوف بالانستغرام، يشوف بالفيسبوك شغلات يتمنى هو تصير عنده، وكل ماشيين بهالاتجاه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، اذا هي دعوة من ارض النجف الاشرف، والتي لطالما كان لها المواقف تلو المواقف من اجل الوطن الحبيب وعزته وكرامته. فلا تبخلوا على العراق بالتصويت والاختيار، لأن من نختاره اليوم بطريقة صحيحة سيكون لنا عونا للتغيير والتطوير والازدهار وبناء مستقبل لأجيالنا، نشترك في رسم ملامحه سوية إن شاء الله. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج العراق ينتخب.